لا تهدأ المعارك في تعز، بل تزداد حدتها من وقت لآخر. فالمدينة التي ترزح تحت وقع الحرب والحصار منذ نحو عامين شهدت جبهتها الشرقية مواجهات عنيفة صد خلالها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما كبيرا للميليشيا هدفه السيطرة على بعض المواقع. المواجهات التي تركزت في محيط معسكر التشريفات خلفت العديد من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وفق ما أوردته مصادر محلية. وفي ريف المحافظة وتحديدا في جبهة الكدحة بمديرية المعافر صد الجيش الوطني هجوما آخر للميليشيا استهدف مواقع الجيش من 3 محاور ما أجبرها على التراجع. إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي غارات مكثفة على مواقع الميليشيا في جبل دمخنين غرب معسكر خالد بمديرية موزع وتعزيزات أخرى للميليشيا في منطقتي المخا والحوبان. وتكثف الميليشيا من هجماتها على المدينة في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأسابيع الماضية ولتخفيف الضغط على ميليشياتها المتمركزة على طول الساحل الغربي.